اكو صوت لو صورة؟ صباح النور دكتورة. نعم اكو صوت. اكو صورة. ايش قد عددكم؟ اشو بس 20 موجودين يعني. ايش قد العدد؟ محمد حامد ايش قد عددكم تقريبا؟ نعم دكتورة 200 طالب هنا كمان. 200 عدد 20 ليش؟ ما ادري دكتورة. زين راح نبلش محاضرة اليوم. محاضرة اليوم كلش مهمة. ما يصير أي طالب ما يعرف أي كلمة بها اللي هي اسمها amniotic fluid and its disorder. إحنا ماخذين كلمة مصطلح amniotic fluid قبل صف رابع أخذناها بالإمبريولوجي. ماكو طالب من عندنا ما يعرف شنو معنى amniotic fluid. الكلمة اللي راح يأخذها المرادفة إلها عندنا بالنساء أي اسمها لايكاب. ما راح نستخدم هواي كلمة amniotic fluid. راح نسمع كلمة لايكر. يعني من يصير discharge زي amniotic fluid شو نصيح له؟ نصيحة leaking لايكر. زين decrease لايكر amount discoloration لايكر. إحنا أكثر شيء نستخدم كلمة لايكر. So amniotic fluid واللايكر هنا نفس الشيء. محاضرة اليوم من راح تدخلوه؟ أنا دائما من أنطي من أشرح للطلاب أريده من يطلع من المحاضرة يعرف هو هسه هاي الساعة خلصها شنو الفائدة منها. قبل ما نبلش بها اريدكم تركزون على هاي البوينت. راح تعرفون الديفينيشن مالت الامنيوتيك فلويد. الكونستيتيوانت مالته منين متكون؟ البرودكشن مالته شلون يصير؟ زين؟ الاماونت مالته الاسسمنت حتى يقول هاي الاماونت قليله وهاي الاماونت سفشنت وهاي اماونت هواي. باي ويتش مين انا اسوي اسسمنت للامنيوتيك فلويد؟ هاو تو اسس الامنيوتيك فلويد؟ زين؟ صار عندنا ديفينيشن، صار عندنا برودكشن، صار عندنا كونستيتيوانت، صار عندنا how to assess the amount. Then what is the benefit؟ ليش أكو amniotic fluid أصلاً؟ ليش amniotic fluid موجود؟ شنو ال benefit مالته؟ إذا صار عندنا نقطة أخرى نتعلمها هي ال benefit of the amniotic fluid. للي ما يعرف أو ما يتذكر صف رابع ال amniotic fluid شنو معناته؟ المي اللي موجود ويا الطفل، المي اللي داير ما داير الطفل، نصحنا amniotic fluid. اسمه الثاني لايكر. زين بعد محاضرتنا احنا عرفنا هاو تو اسس، راح نعطي النورمال فاليو. النورمال فاليو اذا قلت ايش راح نسميها، واذا اكثر ايش راح نسميها؟ اذا اقل نسميها اوليجو هايدرامينوس، اذا اكثر نسميها بولي هايدرامينوس اور هايدرامينوس. الاوليجو لها اسبابها والبولي لها اسبابها. نجي للاوليجو هم راح نسوي لها ديسكريبشن. هاي الاسباب ممكن من عندهن تخلي البيبي انكومباتبل وذ لايف، واكو اسباب لا زينه بها مجال. نفس الشيء البولي هايدرامينوس، فلازم نعرف الاسباب شنو تسببها، على اساسها نعالج كل سبب من عندهم. نرجع ديفينيشن كونستيتيوانت هاو تو اسس الفوليوم البينيفيت مالت الامنيوتيك فلويد الزياده والنقصان مالته شنو اسمائهن وشنو الكوز مالتهن وهاو تو مانج. هاي محاضرتنا اليوم. سو ات فيرست الامنيوتيك فلويد بالديفينيشن هو protective fluid contained يعني وين موجود؟ in the amniotic sac of pregnant female surround the fetus and intrauterine life providing شنو protective low resistance space suitable for fetal growth and development. هذا definition وقسم من عنده هو function، لكن راح ننطي الfunction in detail later on. نجي development of amniotic fluid. عندنا what is called amniotic fluid circulation يعني اكو production واكو absorption. من البيبي يعني احنا مو شرط نقرا هذا الكلمات، ننطي ملخص كلمتين شويه تطبع بالراس بتر. الامنيوتيك فلويد للبيبي بالثيرد تريمستر مينلي هو يورين. اليورين يصير برودكشن للامنيوتيك فلويد عن طريق اليورين. زين وين يروح؟ يبقى يورينيشن. اليورينيشن راح يصير كلش هيوج اموت ما يقدر يتحملها اليوترس. اذا لازم اكو برودكشن واكو ابزوربشن. الابزوربشن عن طريق السوالوينج. يعني تخيلوا وياي اذا البيبي الاسوفاجي الاسوفاجس مالته صاير بي اوبستراكشن، راح يبقى البيبي يورينيت لانه هو ياخذ بلاد من الامايه، يبقى يورينيت على طول، فينتهي بمن؟ ينتهي بزياده الاماونت اوف اللايكر. ايش سميناها؟ سميناها بولي هايدرامينوس. زين نجي نتخيل شيء ثاني. اذا هاي الكدني مالت البيبي بيها ابنورماليتي بحيث ما تخلي يطلع يورين، اذا ايش راح يصير؟ راح يصير بي البيبي ان هايدرامينوس ان يعني نهائيا ماكو لايكر اور اوليجو حسب الابنورماليتي اللي بالبيبي. لذلك
اني ابنورماليتي تسوي بالسوالوينج وتظهر الكوز، ممكن الكوز مو بالاسوفيجس، ممكن بالديدنا، ديدنا الاتريزيا مثل داون سيندروم. راح يجينا يتخيل اقول لك داون سيندروم اوليجو اور بولي، ويت داون سيندروم شو يصير وياه؟ يصير راح يفكر الطالب يصير ديدنا الاتريزيا، اتريزيا عينسد ديدنا. اذا اللي راح يصير ديفكت بالبرودكشن لو بالابزوربشن، ديفكت بالابزوربشن اذا راح يتجمع لك، اذا اقول هاي بوليهايدرا من اصل البيبي. زين راح نجي نشرحها ان ديتيل. سو بالبدايه ما عنده البيبي كدني ولا عنده سوالونج ميكانيزم ولا عنده هيك يسوي اكسكريشن، وراح يصير مينلي البرودكشن عن طريق الامنيوتيك فلويد ممبرين. زين اللي يغلف البلاسنتا واللي يغلف الامبليكال كورد وفروم الترانسديشن فروم سكن، لان السكن بعده مو كيراتينايزد. زين هاي شنو هاي منين يصير الى برودكشن؟ زين الكونتنت مالته 99% هو ووتر، 99% هو ووتر. الاوزمولاريتي مالته نفسها نفس البلازما مالت المذر، لانه هو عباره عن ترانسديشن فروم ذا مذر. اكو سوليد اليمنت بي، وكل شيء تفيدنا بعدين راح تاخذوها بالانتينيتال دايجنوسيس. بي شنو؟ بي لانيجو هير، بي ابيثيليال سيل، ياخذون هاي الابيثيليال سيل ويسوي لها دي ان اي اناليسيس ويشوفون البيبي خاب بي كروموسومال ابنورماليتي. بي سبيشس ماتيريال فروم فيتال سكن. زين اللانيجو هير يعني هذا الهير مالت البيبي الانتراتراني يسموه لانيجو هير. زين زين هاو تو اسس الفوليوم مالته؟ عرفنا الكونستيتيوان وعرفنا البرودكشن منين. زين شلون نسوي له اسسمنت؟ طلع بتخيل الابدومين مالت البيشنت قدامي، راح اقسمها انتو اربع سكويرات. زين الخط مالته الزائد مالتي تمر البوينت مالته المركز مالته يمر بالامبلايكاس. زين فراح تصير ابر ولور على الرايت وابر ولور على الليفت. يجون يقيسون الام باي التراساوند الاماونت اوف الامنيوتيك فلويد هنا وهنا وهنا وهنا، يجمعوهن. شلون يقيسوهن؟ يعني يشوفون منطقه دارك اريا يعني هذا فلويد، يقيسوا ان سنتيمتر هنا وان سنتيمتر ويجمعوهن. زين اذا يسموه اذا يجمعوهن اذا لقوهن اكثر من 25 هايبوليهايدرامينوس سي ام، اذا بين ال 25 وال 10 هذا النورمال، اذا اقل من 10 ريديوست، اذا اقل من 5 هاي نسميها اوليجو سيفير اوليجو. زين هاي اللي شرحت لكم اياها اني، هاي شرحت لكم اياها اني، يسموها امنيوتيك فلويد اندكس، يسموها امنيوتيك فلويد اندكس اللي هي الفيرست واي to assess the amount of Likert in utero by ultrasound. زين اذا شرحنا طريقه، بعد الطريقه الثانيه نرجع للطريقه الاولى للي ما كانوا يانا مركز. اجي للابدومين مالت البيشنت اقسمها انتو اربع اقسام، كل قسم اقيس بي الاماونت اوف فلويد زين اللي هو نفس الامنيوتيك فلويد، احس بان سي ام واقعد اجمعهم ذول الاربعه. اذا لقيت هاي الاماونت الرقم راح يطلع لي الريزلت بتوين العشرة والخمسة وعشرين هذا نورمال، أقل من العشرة ريديوس، أقل من الخمسة سيفير أوليجو. ناو أكو طريقة ثانية يقيسون بها الأماونت أوف لايكر باي ألتراساوند عن طريق وات؟ عن طريق ديبست فيرتيكال بول. نفس هاي الأربع أقسام موجودة، أجي أتباوع يا ربع بيهن ذني موجود أكثر أماونت أوف أمنيوتيك فلويد، ولازم شنو تتأكد ما بيها لا فيتال بارت ولا ولا امبليكال كورد، يعني بس بوكت، بس بوكت مملي لايكر. ليش؟ يعني نتخيل صورة الغراب العطشان اللي موجودة من كانت عندنا من كنا بالابتدائية، لما الغراب يجيب يحط صخرة 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 صح صعد المي اللي فوق، لكن هو مو هذا يعني الفلويد هالقداته، الصخر اخذ حجم، هنا راح يصير الامبليكال كورد ياخذ حجم، الفيتال بارت ياخذ حجم، ما يصير نعتبره. إذا لازم ناخذ بوكيت فري اوف فيتال بارت وفري اوف امبليكال كورد. زين نقيسه بس واحد من ذن الاربعه بحيث ناخذ اكبرهم. لا نورمال فاليو اكيد تختلف من الساعه 25 هسه لا تقل، لان ناخذ بوكيت واحد فراح تصير 2 الى 8، اقل من 2 اوليجو، اكثر من 2 بولي وذن 2 الى 8 سي ام النورمال. من يجينا واحد يقول لنا كلش مهمة assessment of Likert، ما نقبل طالب صف رابع نقول له عن طريق شنو يعني تجي patient قدام لقيت شلون أنا أعرف المي مالتي ذاك الطفل مالتي ناش نشف ومات، أنا هسه طفلي هذا هاك قرأ الألترا ساوند مالتي شلون أعرفه هذا؟ شدز أقول له سونارست أريد الأمنيوتيك فلويد إندكس، أو أقول له أريد deepest vertical pool. زين يدري بيه أني oriented
لازم اعرف شلون اسوي اسسمنت للديفيس فيرتيكال بول والامنيوتيك فلويد اندكس. فهذين شارحينه ان ديتيل هنا انا موجوده قدامكم نفس هذا الحكي اللي حكيته بس بطريقه حتى تكتبوها بالامتحان. ناو الفانكشن اوف الامنيوتيك فلويد، ليش خلون الامنيوتيك فلويد؟ ثواني طلاب بس بتعرف ايش قد عدد الحضور. عدد الحضور 24 من 200 ديزاستر. نكمل الامنيوتيك فلويد فانكشن. اول شيء كاتبنا guard the fetus against mechanical shock، يعني الامي لما تنضرب على بطنها ما تجي ضربه بالبيبي، هو absorb الشوك الفلويد اللي موجود. بعد allow plenty of room for fetal movement، تخيل ماكو لايكر just muscle ومطبوقه على البيبي، يقدر البيبي يتحرك فراح يصير كله كونتراكتشر. شايفين اللي ينكسر او اللي يصير عنده بيرن وهيك ايده يصير كونتراكتشر، ما يقدر يحرك، كونتراكتشر مو كونتراكشن، كونتراكتشر. زين فهذا البيبي لازم يتحرك النيوترو. شنو اللي يخلي الارون يتحرك به؟ هو الامنيوتيك فلويد. مينتين تمبريتشر مالت البيبي، مو الاماي بردت هو راح يبرد، والاماي تحتر هو راح يحر، لان عنده لايكر يحافظ على التمبريتشر مالته. may be a source of fetal nutrition، كلمة واضحة. in early pregnancy الفيتال لانج ماتشوريتي، هاو تو اسس الفيتال لانج ماتشوريتي؟ من نقول لك تسألك سؤال بامتحان تقول لي اخذ امنيوتيك فلويد واروح اقيس الليسثين سفينجومايلين ريشيو واتفر، راح اقيس على اساسها. فالامنيوتيك فلويد كلش له علاقه مهمه باللانج ماتشوريتي. من نقول لك نطين الكومبليكيشن اذا ماكو لايكر اتول وبرولونج بيريد، اول كومبليكيشن ينطقها الطالب اللي هي لايف ثريتنينج اذا اللايكر ما موجود اللي ممكن تخلي البيبي ديت، هي بالمينري هايبوبليجيا. ما اقبل طالب من عندكم اساله اقول له ايه هسه هاي قدامي ما عدها لايكر ناشف، فجتك قالت يا انا المي ناشف دكتور ايش راح يصير عندي؟ اكيد راح يسالونا انا مي ناشف ليتر اون ايش راح يصير؟ زين وانا بعدني بالشهر الخامس والبيبي مالتي الايف، اذا وصل للتاسع يبقى وجبت سيزارين يبقى عدل؟ لا، مو النيوترو الاكسجين يجي من الامايه، لما ندلفر الاكسجين راح يعتمد على اللنج مالتي البيبي. فهنا يبدا التشالنج مالتنا، مستحيل البيبي يبقى الايف لان يصير عندهم ماتس كولد بالمينري هايبوبليزيا. صح النيوترو يخبل كل شيء ما بيه البيبي ابارت فروم اوليجو، لكن من يطلع ايش يطلع؟ يطلع بالمينري هايبوبليزيا. النقطه اللي لازم تتعلموها وتبقون تتذكروها برولونج سيفير، ذن الكلمتين. مو البارحه ربتشر الممبرين وصفر اللايكر، اقول لك دلفرناها هسه وهي تار. انطين البيبي ممكن شنو الكومبليكيشن؟ قال لي بالمنري دكتوره هايبوبليجيا لان اتركزتي عليها بالسيشن. لا، قلت كلمتين قبلها اني قلت برولونج اوليجو سيفير، يعني اذا ما يلت اوليجو بقت فتره طويله ما خاف منها، لكن اذا سيفير ذن الشرطين موجودات سيفير اند برولونج، هاي مص تصير شنو؟ مص تصير بالمنري هايبوبليجيا. زين available source for انا احنا نستخدمها ناخذ تشو مثلا قلت لكم هاي الابيثيليال سير ناخذها على مود نسوي له اسسمنت وبعدين راح نشرح ديتيل البنفيت مالته. equalize the pressure exerted during uterine contraction، يعني وحده عندها بي يو سي انا شلون هذا ما يصير البريشر على الكورد ويخلي الاوبستراكشن بالبلاد ما يوصل البلاد للبيبي، بس يصير كونتراكشن راح تضغط يضغط اليوترس على الامبليكال كورد على البيبي يسد. زين سو هذا البيبي راح يصير له اسكيميا والباس. اذا هذا الفلويد اذا موجود مستحيل يخلي هاي البي يو سي يعني بريماتشور تراين كونتراكشن ما يخليها تاثر على البيبي. زين ديورينج الليبر، ديورينج الليبر راح يطلع هذا الفلويد، هو طبعا يطلع لنا باك اوف ممبرين، مو يصير بي لوكج باك اوف ممبرين، راح يصير بها برودكشن بالسيرفكس، يسوي لنا سيرفكس سيرفايكال دايليتيشن تفيدنا اثناء الدليفري. اذا صار ربتشر الى ديورينج الليبر، جاي احكي على الليبر، راح يصير فلاشينج للجينيتال تراكت وذ اسيبتيك بكتيريو ستاتيك فلويد، يعني راح ينظف للجينيتال تراكت قبل لا يطلع البيبي. فهي هاي بنفيت له. راح هسه ملخص اللي حكينا شنو معناته، حكينا الديفينيشن، حكينا البرودكشن منين يصير، الكونستيتوانت شنو، هاو تو اسس الفانكشن والفانكشن مالته. هذين البوينتات اللي تعلمناها من الشيء اللي راح. زين اريد المحاضره اللي تخلصها انت مره ما تقراها، مو شرط النسائيه لما تطبقها تقول انا حفظت الفانكشن، مو كذا اللي نلبس without any benefit ما قاعد تتخيل. هاي البيشنت من تواجهني شنو فائده هذين الكلمتين بالطيب؟ زين
نجي بولي هايدرامينوس دائما هو يجينا بيشنات اللي هو تقريبا 5% مو شويه 5% 3.5% زين. تجينا البيشنت تقول اني الالترا ساوند قال لي الاماونت اوف لايكر كلش هواي اكسسيف ان فوليوم، او انا قريت الالترا ساوند قلت له اوه الالترا ساوند مالتك مو حلو، يقول لي اللايكر اماونت كلش عالي. فهي راح اكيد تسال على شغلتين، اول شغله تقول شنو البروجنوسيس، قلت لك دكتور الطفل ايش راح يصير بي زين. النقطه الثانيه راح يسالكم اياها البيشنت او تسالكم اياها البيشنت تقول لك التريتمنت هاو تو تريت زين، او وسالك ايضا شنو الكوز ليش انا صارت بي هذا الشيء، ليش ما صار بغيري. بس راح او اطفالي ذولاك ما بيهم شيء حلوين، ايش معنى هذا صار عندي هيك شيء. فات فيرست من اسمها بولي هايدرامينوس اور هايدرامينوس، طلاب ميزولي بين هايدرامينوس وان هايدرامينوس، لاني اكستريم وحده اصلا ما بيها لايكر، وحده بالعكس اكسسيف لايكر، اللي بيها ان كنا نعرف معناتها نفي، واللي بيها هايدرامينوس لا، فهي اكسسيف فوليوم. وعرفنا شلون نسوي له اسسمنت. هذا الانكريمنت بالاماونت اوف لايكر ممكن يكون اكيوت قبل يومين ثلاثه ما بيها شيء زين، اليوم ليش هيك صارت سيفير بولي؟ اذا اكو شيء الكوز مات الاكيوت، يا اما كوريان جيوما يا اما توين تو توين ترانسفيوجن سيندروم. هسه راح نشرح لكم اياها، يمكن اعطتكم اياها دكتوره رنا. الكوزز الكوزز مات البولي هايدرامينوس 90% اوف كيسز هي ايديوباثيك. طلاب شنو اهميه، او دكتوره شنو اهميه نقرا البولي هايدرامينوس وندوخ راسنا بها؟ المورتاليتي ريت للبيبي 50%، كل اميتين كل اميتين هن عدتهن بولي هايدرامينوس وحده من عدتهن يديد الطفل مالتها. سو هذا مهم اور نوت؟ كلش مهم زين، كلش مهم نعرفه. ديزاستر انه البيبي ويل باس زين، هي ما تدري بي لما الدلفور الدلفور تلقي انكومباتبل وذ لايف. فاريد نعرف، يقول لك 90% اوف كيسز ايديوباثيك. من نقول لك شنو كوزز اوف البولي، اريدك مرتب تقول لي دكتوره قسم لها علاقه بالام ماترنال، قسم لها علاقه بالبلاسنتا، قسم لها علاقه بالبيبي اسمها فيتال كوزز، قسم ما نعرفها اللي هي 90% اللي هي شو تكون ايديوباثيك. شنو اسباب الامايه اللي تخلي البيبي بولي هايدرامينوس زين، مو البيبي يعني الجستيشن الدي ام ميلي دايابيتس والار اتش ايزومينايزيشن. شنو الكوزز اوف بلاسنتا اللي تسبب لنا بولي هايدرامينوس؟ الكورينجيوما والسيركمفاليت بلاسنتا. فيتال كوزز، الفيتال كوزز كلش مهمات اللي حكيتها قبل شوي، قلنا البيبي شلون يطلع لنا اللايكر، يطلع لنا عن طريق اليورينيشن. شلون يصير بي ابزوربشن؟ عن طريق السوالوينج. السوالوينج ميكانيزم منو اللي ينظمها؟ السي ان اس يعطيها الاوردر. احتاج انتاكت سي ان اس، احتاج انتاكت جي اي تي تراكت. يمكن ما صار ديفكت بهن ذن اثنيناتهن، راح يصير وين الديفكت؟ راح يصير ديفكت بالابزوربشن، بالتالي يسوي اكيوميليشن اوف فلويد. نجي احنا شنو السي ان اس؟ واحد عنده انكفالي، انكفالي يعني اتول ما عنده الفولت، بالتالي راح يتعرض البرين انتو البي اتش مالت اللايكر، يصير بي اتروفايد، يروح النيورونال دامج، ما راح يقدر يسوي سوالوينج. ايش راح يصير عندهم؟ راح يصير عندهم بولي هايدرامينوس. بعد نيورال تيوب ديفكت، اوبن نيورال تيوب ديفكت. بعد ايش عندنا؟ عندنا انكفالوسيل ان سو اون. سو سي ان اس ليجن ان جنرال تسبب لي ديفكت بالسوالوينج، تنتج لي بولي هايدرامينوس. بعد انا ذا كوز جي اي تي، اسوفاجيال اتريزيا، دودينال اتريزيا زين، كلهن انيولار يوتراس انفالوسيل، كلهن اللي افكت الابزوربشن. Another cause ممكن يسبب هنا اثنين هذ ال twin to twin transfusion syndrome، يسبب لي أوليغا ويسبب لي بولي. دكتورة ما كنا مركزين أما طونا محاضرة ال twin to twin transfusion syndrome. اللي عدها twin pregnancy عدها اثنين أطفال، اللي عدها اثنين أطفال أكو بيناتهم vascular anastomosis، ما جاي يحكي normal جاي يحكي ال twin to twin transfusion syndrome. عدهم vascular anastomosis بين هذا البيبي والبيبي الثاني، شو يكون؟ يكون unidirectional blood flow، يعني البلاد يجي من هذا البيبي يروح للثاني وما يرجع. فهذا الواحد من عندهم يصير انيميك
وما عنده لايكر فيجينا اوليجو. الثاني يصير بالعكس يصير بوليسايثيميك وينتهي بهاي الهارت فيلر لان اوفر فلويد فلويد اوفرلود ما يقدر يتعامل الهارت ويا بلاد فوليوم تو هيومن بيج ويصير اللايكر انكريزنج ان اماونت. فممكن تحط يقولوا دكتور شو حاطيها هنا وهنا، واحد نحكي على الدونر بيبي واحد نحكي على الريسيبينت بيبي، واحد منهم يصير بولي واحد منهم يصير اوليجو، هاي الكون تو توين ترانسفيوجن سندرم. نجي نحكي انا ذا هيك الانكفالوسيل والهيدروكيفالي والماكروكيفالي والسباينال بيفيدو والانكفالي، هذني قلنا اختصرناها بكلمه الافكت السوالوينج. زين نجي للانترايتراين انفكشن ممكن يسبب لي انكريزنج الامنيوتيك فلويد. ساين والسيمبتوم تجيني الاميه منين تعاني؟ اكيد ابدومينال ديستنشن سام تايم ابدومينال ديستنشن بحيث تضغط على اللنج يسبب لي ديزني البيشنت بحيث هي على طول قاعده تقول لك دكتور انا بس اصير ان ريكومبيننت بوزيشن راح يصير عندي شورتنس اوف بريث. زين ممكن بريجر سيمبتوم على الفين الميجر فين تنتهي بفاريكوسيتي باللور لين بالبلما تنتهي بهيمورويد. زين ان اكيوت كيسز ممكن تنطينا بين وفوميتنج. زين فعندنا واتس كولد ميرور سيمبتوم سيندروم راح تاخذوها بالبي اي. الميرور سيندروم شنو؟ البيبي الاميه بي اي والبيبي هايدروكس فيتاليس ويا بولي هايدرامينس هاي كلها يسموها ميرور سيندروم. ميرور سيندروم هاو تو تريت هاو تو تريت هو انكفالي هو انكفالي اعالجه انكفالي انكومباتبل وذ لايف. انا ما جاي احكي بالنسبه لنا اكو شيء ميديكال واكو شيء احنا هنا الاثيك مالتنا شلون نتعامل وياه. يعني اكو هاي حرام وحلال، هما هنا بالنقره ما عندنا شيء اسمه حلال وحرام نحكي. طيب احنا هنا ما عندنا شيء اسمه من نجي هنا كلينيكال ما عندنا شيء اسمه ترمينيشن اوف بريجنسي اذا هو عنده سباينال فيدا او انكوباتبل وذ اوبن نيورال تيوب ديفكت واذا عنده ديدنال اتريزا او سيفجيل اتريزا اند سو اون. ما عندنا شيء اسمه ترمينيشن اوف بريجنسي دلفر البيبي والحرام قسم يفتون يقولون ادفع ديه قسم كذا. احنا هسه نحكي ساينتفكلي سبيكينج هم بالنسبه لهم اللي كتبون لنا الجايد لاين. اذا البي اول ما نشوف هاي الابنورماليتي اللي خلت البيبي او خلت الجستيشنال ساك انكريز ان اماونت ان فوليوم وسيفير بولي هل هو انكومباتبل وذ لايف؟ اذا انكومباتبل وذ لايف لا اسوي ترمينيشن للبريجننسي ما بقي هو انكفالي وبحيث الاميه مختنقه ما تقدر تتنفس فرات انا بقي للبريجننسي. لا اكو الكوز مالته دي ام باد كنترول دي ام بس اسوي كنترول للاميه ترجع حلوه وتخبل. زين اكو لا مثل قلت لك هي ايديوباثيك وجتني بالشهر التاسع بولي ايديوباثيك وجتني بالشهر اسوي له ترمينيشن خلي البيبي يطلع ويخبل وما ابي شيء. زين فاكيد الكوز الى علاقه الجستيشنال ايج الى علاقه. زين اذا الجستيشنال ايج قليل مو ناين تريمستر وبعده بناخذ الامنيوتيك فلويد لقيته لانج ماتشوريتي بعدها ما صايره شو يسووا لهم؟ يسووا لهم تو ماجر تو ماجر. هو المشكله البي الفلويد عنده كلش هواي اذا لازم اقلله يسمونه امينيو ريدكشن امينيو اخذته مع امينيو سنتيسيس. اكو ثيرابيوتيك امينيو سنتيسيس هذا اللي هو اللي يسمونه الامينيو ريدكشن لكن دايجنوستيك اخذناها محاضره الانتينيتال دايجنوسيس ويا الكوردوسنتيسيس والكرونيك فيلا سامبلينج والامينيوسنتيسيس. هنا لازم تنتبهون ريدكشن من اسمها ريدكشن ماكو طالب طبي ما يعرف كلمه ريدكشن امينيو ريدكشن. لازم شو نسوي؟ نسوي سلو ديكومبريشن سلو ديكومبريشن شويه شويه نسحب الفلويد. ليش؟ اذا سحبت الفلويد كلش هواي السبيس الجو البلاسنتا راح يصغر راح تطفر البلاسنتا. يعني شلون مو قصد يعني يصير بها سيبريشن راح تنتهي ببلاسنتال ابربشن. فلازم سلو ديكومبريشن. شو ناخذ من الاميه؟ ناخذ حدود ال 500 مل من عندها. زين هذا كل اسبوع او كل ثلاثة ايام نضطر او مرتين بالاسبوع اذا ويكلي اور سيمي ويكلي ناخذ من عندها الاماونت اوف فلويد هذا حتى تروح الخنقه مالتها حد ما تصير اللانج ماتشوريتي مالت البيبي وبعدين ندلفرها. زين او الطريقه الثانيه لا ننطيها ميديكال تريتمنت واللي هي شنو؟ نونستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. طبعا الامينيو ريدكشن لها كومبليكيشن لازم نحكيها قبل لا نروح للطريقه الثانيه. شنو الكومبليكيشن؟ يعني انا نيدل قدامي
هسه مدخلينه بالابدومن مال البيشنت اكيد اندر الترا ساوند جايد راح تشرح حتى الميكانيزم قبل لا تسويها المريضه اكيد راح تشرح الميكانيزم يقول لك دكتور شلون يعني ياخذون المي من الطفل يعني شلون يها ترانس ابدومينال عندي الترا ساوند جايد يدخل ميدل الابدومن مالتيج مستوى اللي يطلع 500 مول ممكن احتاج اكررها من جديد لان راح يصير ري اكيوليشن من جديد يقول لك دكتور بيها خطوره على الحمل اكيد تخاف حقها تخاف احنا هسه واحده من اخواتنا هيك قرروا يسووا لها قالوا اوكي بدك تخاف شو يصير بيك مو فشنو اللي خاف شو يصير بيك شنو الكومبليكيشن المفروض تشرح للبيشنت زين قبل لا تسوي هاي البروسيجر تقول لها ممكن يصير انفكشن كوريو امنيونايتس ممكن يصير ابربشن اللي هسه حكيتها لكم ممكن يصير بريتيرم ليبر ممكن يصير لا ربتشر للممبرين زين ممكن انا سحبت الفلود منها ثاني يوم الفلود السحب ترجع نفسه ري اكيوميليشن اذا عنده طريقه ثانيه اللي هي طريقه الميديكيشن يا هي ننطي نستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج من ومين الاندوميثاسين يطول حد الجستيشنال ايج 30 ورا 30 ما ينطو دكتوره ليش لانه ورا ما يدلفر البيبي حتى هو يخبط ويخبط ان يترى من الدلفر يصير عندهم بريماتشور كلوجر اوف دكتس ارتريوسس ينتهي بالمنري هايبرتنشن بوست نيتال زين فممنوع اذا لازم من نقرا بولي هيدرنس نقرا جستيشنال ايج لقيته جوه ال 30 اقدر انطي ميديكال تريتمنت مو جوه ال 30 ما انطي زين هذا الميديكال تريتمنت اول واحد اللي هو اندوميثاسين ثاني واحد اسمه السولينداك السولينداك نفس الحكي اللي حكيناه نطي الدوز مالته زين ممكن الريسك اوف باتنت بريماتشور كلوجر ادكترس ارتريوسس تكون اقل الكومبليكيشن اوف بولي هيدرامينس ان جنرال تجيك الامايه تقول لك اني المي عندي كلش هواي او قلت او هذا البيبي مالتك كلش هواي المي مالته وحده ما اهتمت وطلعت والثاني لا تريد تفتهم الريسك مالته حتى نسوي حتى نعرف نقدر نتخذ ميجر اور نوت اور ليش نعالج اور ليش نسوي امنيو ريدكشن عندي complication related to pregnancy, complication intrapartum, complication or من دلفر. Complication وهي بعدها حامل ممكن over the standard uterus. uterus ما يتحمل هالقد amount of like اللي يضطر يسوي contraction حتى يذب gestational sac يسوي له expulsion هو والفيتوس والبلاسنتا والممبرين واللايكا. بيصير preterm labor أو لا preterm premature rupture of membrane. أو البيبي إحنا بالشهر التاسع المفروض يصير vortex presentation هذا من قد ما عنده روم كلش هواي أدكوات وإكسترا أدكوات راح يصير على طول excessive fetal movement فراح يصير مال presentation وأنا شرحت لكم in detail معنى كلمة مال presentation ومال position طلاب واحد منكم يجاوبني إذا أكسرت أخاف أني أحكي وأطلع أكسرت يس نكمل زين او اكسيدنتال هيموريج نفس البلاسنتال ابربشن اللي حكينا بعد عندي ديورينج ليبر يقول لك دكتور انا عندي بولي هايدرا من نص داخل الولاده لها خطوره على الطفل لها خطوره على حياتي قل لها ممكن يصير ايرلي لار ابتشر اوف ممبرين بحيث ينزل الكورد وبعد الهيد مضاغط اذا نزل الكورد كورد برولابس ممكن البيبي كان باس واحده من الكومبليكيشنات كورد برولابس النقطه الثانيه هو مو اوفر ذا ستاندرد يوترس كلش كبير اليوترس فلما الدلفر ما راح يصير بي كونتراكشن مثل النورمال سايز يوترس راح يصير عندهم انرشيا اتعجب مرات اسال صف سادس كلمه انرشيا ما يعرفون شنو معنى انرشيا ولا انرشيا يعني اليوترس ما يصير بي كونتراكشن ورا ما يصير بي دليفري زين ورا ما يصير بي دليفري لازم يصير كونتراكشن على مود الساينس ما تبقى تنطب بلد على طول فهذا الـ اذا صار عندي ديفكت بالكونتراكشن والريتراكشن راح يصير عندي يوتراين انرشيا بالتالي راح يعني ريلاكسيشن بالتالي راح تنتهي بي بي اتش تنتهي بي بي اتش اللي هي تكون لايف ثريتنينج كونديشن بعد انكريز ديورينج ليبر اللي هي ممكن سيزيرين سكشن لان البيبي مال بوزيشن اليوم شولدر باتشر بريج عقب ما ادري شنو فانت موستلي تنتهين بسيزيرين سكشن لان عندك مال برزنتيشن زين ممكن تنتهي بريتيند بلاسنتا بوست بارتم هيموريج البيربيريوم شو يصير عندنا بالبيربيريوم فتره النفاس اللي ما يعرف شنو معنى بيربيريوم يصير سب انفوليوشن يعني شو دكتوره انفوليوشن يعني عندنا السايز اوف اليوتراس يزداد
during the pregnancy لازم يرجع للسايز الطبيعي مالته ياخذ له تايم زين هاي الامايه اللي عتها بولي هيدرامينوس التايم تاخذه حتى ترجع للنورمال يوترس سايز يختلف عن الطبيعيه فنسميه سب انفوليوشن سب انفوليوتد يوترس نجي شنو الافكت على البيبي دكتور انا هسه عيدك من عندي انا ذني هسه هي سيفالك انتهينا بسيزاريان سكشن وطيتوني التريتمنت وما خليتوني الحمد لله والشكر اصير بي بي اتش وعدت القيصريه سلامات هذا بيبي بيش يطلع باع الكلمه برينيتال مورتاليتي از 50% 50% يديدون ديزاستر يديدون منين يديدون يا بريماتشور والدلفر يا كونجنتال انومالي هو اصلا من قاعه ان انكفل وهيك صار زين او كوردو برولابس ديورينج ديليفري او هايدروبس فيتاليس حكيناها بالميلر سيندروم زين او نتيجه الاوبرتيف ديليفري والاكسيدنتال هيمورج اللي صار اذا راح ارجع اعيد موضوع البولي هايدرامينوس مو عيد الديتيل راح الاشياء ركزنا عليها شنو معناتها وتو اسس شنو الكوزز مالته الكوزز مالته ديفكت بالابزوربشن يا سي ان اس يا ايديوباثيك يا ماترنال يا بلاسنتال يا فيتال الإديوباث الماترنال دي ام والار اتش ايزومينايزيشن اللي بلاسنتال تحكوا الكورينجيوما اند سيركمبليت بلاسنتا البيبي ديفكت سي ان اس ليجن والتيومرات والكذا زين خلصنا الكوزز خلصنا الكوزز راح نعرف الكومبليكيشن مالت البولي هيدرامينوس اي ليش نقراها لان كلش بيها كومبليكيشن هواي ناو شلون تجي البرزنتيشن مالت البيشنت لازم نعرفها شلون اعالجها يا اخر الاماونت امنيوتيك فلويد احط له نيدل واسحب يا انطي ميديكال تريتمنت شنو الكومبليكيشن للميديكال تريتمنت ممكن تصير بريماتشور كلوجر اوف دكتس ارتيريوسس شنو الكومبليكيشن اوف سيرجيكال تريتمنت زين فلازم اعرف الميديكال تريتمنت شنو الكومبليكيشن مالتها سيرجيكال تريتمنت شنو الكومبليكيشن مالتها قول دكتور تحكين على السريع لان جاي الخص الشيء راح زين الشيء راح الاشياء تركزون عليها بالشيء راح الاوليجو نجي للاوليجو من اسمها اوليجو يعني الاماونت اوف امنيوتيك فلويد قليل وحكينا عن طريق الامنيوتيك فلويد اندكس وعن طريق الديبس فيرتيكال بول اذا مصفر نهائيا ما بي قطره جستيشنال ساك نسميها ان هايدرامينوس شو نصيح لها نصيح لها ان هايدرامينوس يقول لك اكيوت اوليجو مسمنا مخدنا اكيوت بولي البارحه ما بيها شيء اليوم صفر اللايكر اذا موستلي ركتشر ميمبري زين الكوزز الكوزز اللي يسبب لي الكوزز اللي يسبب لي اوليجو ماكو مي يا البيبي ما يطلع يورين اللي هي ديفكت بالكدني ديفكت باليوريثرا بالكدني مثل من رينال اجينيسيس البوتر سندروم البوتر سندروم مو تقول الدكتوره ما موجوده بالمحاضره حكيتها هنا يمكن تكتبوها بين قوسين يم رينال اجينيسيس من تستلمون المحاضره للحاضر بس المحاضر اب تو هيم بنجيب لكم بالامتحان causes of polyhydramnios نحط السندرامات ونحط بوتر سندرام ما نكتب رينال اجينيسيس بعد نشوف المنتبه بالمحاضره الجايه المجايز بي او دبل تي اي ار وياها اس اس هو هذا بي يعني واحد بوتر سندرام اكتشفها زين رينال اجينيسيس ما عنده كدني فهذا اذا ما عنده كدني منين ليورين سو راح يصير ان هايدرامنيوس اور مالتي سيستيك كدني كدني هي مو عباره عن كدني رينال تشو عباره عن كلها سيستات زين او بوستيريور يوريثرال فالف اللي هي سد اليورينري اوتبوت زين او الدرجات البيشنت ماخذتها البيشنت ماخذتها بالخطا وايد جنة بيشنات عندها مفاصل ظهرها يوجعها تجي تاخذ مساحه حكيت لكم اياها نستيرويد الانتي انفلامتوري درج احنا ناخذها حتى تقلل الاماونت اوف فلويد بالبولي هي نورمال لايك كير وتاخذ من عندها او 2-2 ترانسفيوجن سيندروم وحكينا ليش نكتبها بحالتي نكتبها هنا ونكتبها بالبولي هايدرامينوس اور رابتشر اوف الممبرين وحده هي صاير ليكينج لللايكر كله طالع لي برا ثرو ذا فاجينا زين او بلاسنتال انسفيشنسي بوست تيرم بريجننسي فيتال ديث زين او هايبرتنسيف ديزيز اوف كل هذني كان كوز اوليجو ينحفظن مثل الاسم بتجينا بيشنت وعندها اوليجو يقول لي تقول لي شلون تعالج اقول لك اوقف تريتمنت اكوردنج تو كوز يعني هي ما عندها كدني رينال اجينيسيس incompatible with life زين هذا ابقى اسوي له امنيو انفيوجن شنو يعني امنيو انفيوجن هناك مو فلويد هواي امنيوتيك فلويد هواي سحبنا منه هنا ما عندهم امنيوتيك فلويد نحط لهم نورمال سلاين بمكانه زين نحط نيدل ونسوي له امنيو انفيوجن مو عندنا عندنا احنا اكو درجات انفيوجن هذا لا هذا هو نورمال سلاين نسوي له انفيوجن وندخله للابدومين زين هو رينال اجينيسيس
فور وات انا سويت له امينيو فلوز انفيوجن. سو اكو يعني اكو بيشنات نسوي لهم هاي السيرجيكال تريتمنت وكلها. هاو تو دايجنوز مينلي باي طبعا عندنا ايزلي بالبيت الفيتال بارت سمول الفاندل هايت مالته، لكن اهم شيء عن طريق ذني الديبست فيرتيكال بول والامنيوتيك فلويد اندكس. زين هاي مو دي في تي، هاي ديبست فيرتيكال بول. زين مانجمنت تارجت شلون نعالج هاي البيشنت مالتنا؟ إذا هي حسب أكيد إذا هي ناين ميس بيريد جتني بالشهر التاسع كامل طفلها ويخبط وقالت لك أني ليكينج لايكر ذبيت المي كله صفر مي، تقول لها راح أسوي لك أمينيو إنفيوجن لأن أنا ما أخذتها بالمحاضرة، أحط نورمال سلاين المكانة والبيبي كامل فروت أنا معرضة الريسك أوف إنفكشن وريسك أوف كذا كذا كذا. زين مباشر أدلفر البيبي مباشرة ما محتاج أسوي إيش. إذا الجستيشنال أيج يعتمد والأندرلاين كوز. تمام إذا البيبي immature 34 to 36 week give prophylactic antibiotic that cause rupture membrane. طبعا هاي راح تاخذوها محاضره كامله preterm premature rupture of membrane، هاي محاضره كامله يعطون انتيبايوتيك يعطون اريثرومايسين 10 ايام فلو اب خاف تصير كوريو عن طريق تصير اكتيف بروتين والوايت بي سي، محاضره كامله هنا انا بس هيدلاينز عليهم. زين هنا عندهم the use of amino infusion، هاي حكينا اللي هي عكس الامينيو ريدكشن بالبولي، عكس الامينيو ريدكشن وبحالة السيفير اوليغو بالميدترايمستر. ليش نسويها؟ حتى ما تصير بالمينري هايبوبليشيا، حتى ما تصير بالمينري هايبوبليشيا للبيبي اللي هو كومباتيبل وذ لايف. قلت لكم كلمة اللي هو prolonged سيفير اوليغو تنتهي بالمينري هايبوبليشيا. زين هو ما عنده رينال اجينيسيس، صار عنده ليكج وصار فيوجن وبعد ما تسرب لايكر، هاي نعطيها نورمال سلاين راح تحافظ عليه والبيبي يبقى سكريشن وترجع الامور على طبيعتها. اذا لازم شو اسوي؟ اسوي له واتسكوت امينيو انفيوجن. ناو كومبليكيشن اوف اوليغوهيدرامينوس، مين اخاف بالاوليغوهيدرامينوس؟ اذا ايرلي بريجنسي تنتهي بمسكارج، اذا ليتر اون هاي فيتال مورتاليتي لانك هايبوبليجيا وحكيناها. زين فيتال سكريتال ابنورماليتي يعني شنو؟ يعني هذا البيبي كل شوية شايفينه وسبيشال البوتر سيندروم طلاب، سبيشال البوتر سيندروم اللي قلنا رينال اجينيسيس، مو هذا ما عندهم انهايدرامينوز اليوترس طابق عليه ماكو شايفين الفيس مالته عبالك هيك صافطين ايدينا عبالك جاي نصفق على وجهه. زين اذنه مصفوطه صفط ويا وجهه فلات كله فلات مطبوق طبق. ليش؟ لان كله ضاغط عليه يجي سكريتال ابنورماليتيز، ممكن يصير عندنا اتهيجن باند تلف على الهاند يصير بها امبوتيشن. شايفين التورنيك اللي نحطها حتى نحط كانيولا؟ شايفين شو تسوي بينا اذا بقيناها فور برولونج بيريد؟ زين برولونج بيريد البيبي يصير عندهم اتهيجن باند جماعه الاوليغو حد ما يصير امبوتيشن ليتر اون، امبوتيشن يروح. او ممكن بالليبر لان ماكو لايكر شي يصير كورد، يصير عندهم ماتس كولد كورد كومبريشن. طلابنا هذه محاضره الاوليغو هايدرامينوس والبولي محاضره اليوم تقرون بها الديفينيشن، لازم تفتهمون منين يجين اللايكر، لازم تعرفون كميته شقد، مو درخ مو تقولوا لي 1200 و1000 وحدود الكذا وهيك شي شو هاو تو اسس. زين باي ويتش ميكانيزم تقولوا لي الترا ساوند شنو الطرق اللي راح نسويها لحتى نسوي هي اسسمنت، شنو فائده اللايكر ليش خلونا اياه، اذا ماكو ايش راح يصير، اذا صار اكثر من طبيعته ايش راح يصير، البولي هايدرامينوس شنو الكوزز مالتها، شلون عالجها، الميديكال تريتمنت شنو الكومبليكيشن مالته، السيرجيكال تريتمنت شنو الكومبليكيشن مالته. نجي للاوليغو شنو الديفينيشن اوف اوليغو، شنو الكوزز مالتها، هاو تو تريت. زين وأول ما راح تحطوا لي بالتريتمنت تقولوا لي الجستيشنال ايج وتقولوا لي الكوزز الاندرلاين كوز. اذا واحد من عندكم طلاب عنده سؤال يسال هسه. العفو دكتوره. يس بال 2020 ترانسفيوجن سيندروم يا هو يصير عنده بولي يا هو يصير عنده اوليغو من هو حسب من منو المطير يونا دايركشنال بلاد فلو، منو اللي انطى ومنو اللي استلم. زين منو انطى ومنو اللي استلم، قصدي دكتورة يعني اللي ينطي يصير عنده أوليغو لو بالعكس؟ شنو ما مرت عيد سؤالك شنو بالعكس؟
الدونر هو اللي يصير عنده أوليغو والريسيبينت يصير عنده بولي. شنو معنى دونر؟ اللي هو يعني ينطي البلد. ها خلاص إذا هو ينطي البلد مالته، ينطي البلد مالته شو توقعي يصير بولي لو أوليغو؟ بولي أوليغو أولي. خلاص بعد لسه إلي ومبين مو؟ هو بس إحنا أنا مو ندرخ، إحنا نفكر بالمنطق، هذا كل الفلويد انطاع بعد فوروات أنا أسأل مو؟ فتفكر بالكلمة مالتك الدونر، فكر شنو معنى ريسيبيانت، ما تحتاجين تسألين أتوه طلاب اللي يسأل سؤال هو يعرف جواب اللي يسأل، بس يفكر بكلمته. زين عندكم سؤال ثاني؟ دكتورة بس ممكن هاي المحاضرة ترفعين إياها على الكلاس؟ أكيد نرفع لكم إياها أكيد. يلا موفقين طلاب، موفقين، مع السلامة.